ولد الفنان سعيد ترابيك في يوم 17 إبريل عام 1941، وبدأ مشواره الفني في أواخر الستينات من خلال اشتراكه في أدوار صغيرة بالمسرح والسينما. بعد تخرجه قرر السفر إلى أوروبا لدراسة السينما والمسرح، واستمر ذلك لمدة 8 أعوام. عاد بعدها إلى مصر لاستكمال عمله الفني. ويقول ترابيك عن تجربة دراسته للمسرح: رغم أنني استفدت كثيرا من هذه التجربة، لكني تأخرت عن بقية زملائي أمثال عادل إمام، ووجدت أنهم سبقوني بسنوات وتقدموا في عملهم. ارتبط سعيد ترابيك فنيا بالفنان عادل إمام منذ دوره الشهير في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، إلى جانب اشتراكه معه في عدد كبير من الأفلام مثل شمس الزناتي وسلام يا صاحبي والسفارة في العمارة وجزيرة الشيطان. كما ارتبط سعيد ترابيك فنيا بسعيد صالح وشارك معه في عدد كبير من الأفلام. شارك ترابيك في أفلام أخرى كثيرة، أشهرها وش إجرام غبي منه فيه، بالإضافة لمشاركته في عدد كبير من الأعمال الدرامية مثل العراف واسم مؤقت. تزوج سعيد ترابيك مرتين، أحدهما من سيدة من خارج الوسط الفني وهي والدة ابنه يوسف، والمرة الثانية من الفنانة الشابة سارة طارق، والتي أثار زواجها منه جدلا كبيرا حينها لكونها تصغره بأربعين عام. حلم سعيد ترابيك بإنجاب 11 طفل، حيث كانت أحد أمنياته خلال حياته، لكنه لم يحققها. توفى سعيد ترابيك بعد زواجه بأشهر قليلة متأثرا بأزمة قلبية، حيث توفى في يوم 15 نوفمبر من عام 2015 عن عمر يناهز 74 عام.